معانا برضو لسه أسئلة من اللي جات على صفحتنا. سؤالي فيما يخص آيات وأحاديث أهل العلم وطلابه والفضل في ذلك، وهل يختص ذلك طلاب يعني اللي جاي الأحاديث، هي قصدها الأحاديث والآيات اللي جاية في فضل أهل العلم، هل ده بيختص بيه بس طلاب العلم الشرعي فقط أم طلاب العلم الدنيوي لهم نصيب كذلك؟ وشكرا مسبقا، شكر الله لكم. يعني حث الشرع الشريف عموما على طلب العلم ورغب فيه، فقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بل إنه سبحانه وتعالى يعني لم يطلب رب العزة جل جلاله من رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم طلب المزيد من شيء إلا من العلم. وعلمنا من خلال القرآن وما وجه إليه النبي الكريم في قوله تعالى: وقل رب زدني علما. وعن أبي أمامة البهلي رضي الله عنه قال: يعني ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. يعني إنه مكانة العالم ده أقوى، وضرب مثل كفضلي على أدناكم. شوف المقام الكبير للعلماء العاملين. أخرجه الإمام الترمذي هذا الحديث في جامعه. وإحنا لازم ننبه على إن الفضل الوارد في طلب العلم لا يقتصر على العلوم الدينية، بل يشمل كل العلوم الدنيوية النافعة اللي بتنفع الناس كلها، زي علوم الطب والهندسة وغيرها، كلها علوم نافعة تنفع البشرية، والإنسان مش هيقدر يعيش بالعلوم الشرعية فقط. وعشان كده أنت لما تيجي تتأمل في كتاب الله تعالى تجد إنه سبحانه وتعالى لما عندما وصف في كتابه العلماء بأنهم هم أهل خشيته من خلقه، جاء ذلك في سياق الكلام على دورة الحياة في الطبيعة وتنوع ألوان الثمار اللي هو علم النبات، واختلاف أشكال الجبال اللي هو علم الجيولوجيا، ومظاهر تنوع واختلاف الكائنات الحية اللي هو التنوع البيولوجي، وكل دي من العلوم الدنيوية. ما هو القرآن بيدي إشارات والعلماء عليهم أنه بقى يسعوا في هذه المناكب ليروا وينظروا في هذا الخلق ويتدبروا فيه، كلهم فيه تخصص. تعال شوف سياق الآيات بيتكلم إزاي، وده يخلينا يأكد على أن طلب العلم هنا وفضل طلب العلم والثواب الذي للعلماء يشمل جميع أنواع العلوم التي تطلب. قال تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. السياق بيتكلم عن كم من الآيات الكونية في مختلف فروع الحياة، وبعدين في ختام الآية بيتكلم عن إنه أشد الخلق خشية لله هم أهل العلم العلماء العاملين. دي نقطة مهمة ننتبه إليها. العلم الحقيقة هو السبيل الصحيح والمختصر للي عايز أي أمة تنهض، لرقي الأمم المتقدمة. دراسة العلوم الدنيوية لا تنافي أبدا دراسة العلوم الشرعية، بل يكمل كل منهما الآخر، والاستغناء للمسلم عن أحدهما. أنت النهاردة بنتعلم العلوم الشرعية لمن فتح الله قلبه وعقله لأن يتلقى هذه العلوم والمعارف، والعلوم بقى الأخرى الطب الهندسة كل الفلاحة الزراعة الصناعة لابد أن يسعى الناس في تعلمها. إزاي هيعيشوا بالعلوم الشرعية بس؟ لذلك فضل العلم وأهله تشمل كل أنواع العلوم والمعارف، والسعي في تحصيل سائر العلوم النافعة داخل في الوعد
النبوي الشريف إن شاء الله تعالى، وربنا يجعلنا من العلماء العاملين، اللهم آمين أجمعين.